بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا المنظر في يوم 24/12/2003 هجرة، بالقرب من جبال المصاليخ برنية، مع تحيات دحية محمد. فأسأل الله عز وجل يغيث هذه الديار بالأمطار، ويغيث قلوبنا بالإيمان، ويظهر في الصورة هضبة أم رقابة برنية، وهذه الهضبة شرق جبال المصاليخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نصيحتي نصيحة عامة، وهي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن من اتقاه وقاه وفرج همه وكشف غمه، وأيضا بالصلاة على وقتها وطاعة الوالدين. وأما النصيحة الخاصة المطلوبة مني فهي بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكتاب الله سبحانه وتعالى هو خير جليس لا يمله الإنسان أبدا ولا تنقطع عجائبه. كتاب الله سبحانه وتعالى يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. وأما النصيحة الخاصة فهي في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال الله في محكم تنزيله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كتاب الله سبحانه وتعالى يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. وكلام الله سبحانه وتعالى لا تنقطع عجائبه، وأجره كبير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فعليكم بكتاب الله سبحانه وتعالى والتمسك به وعدم هجرانه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا يكون هجراننا لكتاب الله سبحانه وتعالى واضحا في حياتنا. وهذه نصيحتي التي أردت أن أنصحكم بها، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سر يا قلم، سر يا قلم، سر يا قلم. داري ودار النور والوحي، ودار النور والوحي وكفى. جوازها يطرد شبح خوفي ولا على سفير. جوهر علمها الرب واحد والرسول المصطفى، وشعارها رمز الحياة وسلة السيف الشطير. تمشي كذا تاكل هوى، تمشي كذا تلقى جفا، تطلع سما تاكل تمر، تنزل تحت تشرب غدير. شكرا شكرا يا ابو متعب على ما تعمله جهر وخفا. شكرا يا ابو خالد كذلك شكر منقطع النظير. ربعي عتيبه سطر في البرد ولا فدفه، وقفاتهم فيها الشهيق الموت والذله زفير. واقرب مثال مزاين الهيله ونكشف الصفا، اكبر تجمع عائلي في الشرق الاوسط والاخير. قلت وانا لو حيت ذنب في قبيله قلت فا، والله ما يهضم حقوق الناس رجل فيه خير. يا ابو خاف يا ابو خاف في دار زايد ما شكت رجلي حفا، وانا ترى حافي لقب للعلم لا حافي ضمير. لذا علي بالطلاق اني مكبل بلوفة، واني فدا 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 دار الظبي شعب امير، والشعر لو هب الهوى المسموم، والشعر والشعر لو هب الهوى المسموم جمره ما طفى ما دام ابو خالد محمد لبس الثوب الحرير. سر يا قلم، ضاقت وقلنا ما تضيق الوسيعة، ضاقت وقلنا الله ميسر الحال، ضاقت بوجه اللي يدور ربيعه، وياشين على ضاقت بوجه رجال، ياشين على ضاقت بوجه رجال، على ضاقت بوجه رجال. ضاقت وقلنا ما تضيق الوسيعة، ضاقت وقلنا
وقلنا الله وميسر الحال. ضاقت بوجه اللي يدور ربيعه ويشينها لا ضاقت بوجه رجال. أنا مقول إني كرهت الطبيعة لكن ما هي دايم على كل الأحوال. والله لا والعز نقدر نبيعه كان لدينا القفر دبات بالأموال. لكن تبيت بقى رفيعه رفيعه عمر المذلة من جبت عزي ورجال. أبويا قال اقرا كتاب الشريعة تلقى تفاصيل بها قوال وفعال. واليا قريته اطلب اللي نطيعه وانه يسهل دربك كفاي وقبال. يالله يا والى النفوس الوديعه انك تعدل ميله الوقت الى مال. يالله يا والى النفوس الوديعه انك تعدل ميله الوقت الى مال. سر يا قلم. سجلت هذه المادة في يوم 24/12/2003 هجرة بيورانيا مع تحية الدحيم الحماد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.